بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 22/7/2016 تحت ظل طلحة في شعيب أبو برقة بالمستوي بالقصيم كثر. كل سنة يخرج لنا متندرين وساخرين من أوطانهم عندما يسافرون خارج وطنهم المعطاء، هذا الوطن العظيم، مهد الحضارات ومهد اللغات ومهد الممالك العربية ومهد الاختراعات القديمة، نعم من العربات وغيرها، مهد التجارة، مهد الطرق التي تتجاوز آلاف الكيلومترات، طرق البخور وطرق الحرير، مهد والأرض التي درج عليها الأنبياء، مهد أول بيت وضع للناس، أرض القرآن وخاتم الأنبياء والمرسلين، المملكة العربية السعودية. نعم، وإني لأرخص غاباتهم بظل طلحة في شعب هواجره تيبس أديم الوجه. نعم، هذه الطلحة أهم علي من أي مكان بالعالم فيه شجرة خضراء أو ثيل أخضر. يذهب الواحد إلى الخارج وهو لم يدخل في النظام ولم يدخل في نظام الضرائب، يروح أسبوع خارج وطنه ثم يبدأ يسخر من وطنه. يا أخي استمتع في أرض الله، بس لا تسخر من وطنك، لا تتندر بوطنك. وطننا حر، وطننا كل شيء فيه زفت، لولا الله ثم وطنك ما قدرت تسافر وتلبس اللبس الغالي وتستاجر الفلة الغالي وتستاجر المرسيدس أو أي سيارة. هذا اللي نشوفه الآن، ولا نرى للأسف الشديد، ما شفنا أي شعب آخر يسخر من بلده زي ما حنا بالسعودية نسخر من بلدنا. ما شفنا الهندي يسخر من بلده ولا البنغالي يسخر من بلده رغم أن أرضهم كلها عاصير، حتى أنهم يصادقون اللي من جنسهم حتى لو أنهم من غير ديانتهم من كثر وطنيتهم وحبهم الوطن، وتشوفونهم بين الهنود والبنغالية والباكستانيين. أوروبا هذه اللي إحنا اللي يروحون لها الناس يسخرون بلدنا، ترى بس شهرين إلى ثلاث شهور جوه بس أنه حلو، الباقي ما تقدر تعيش فيه، وثلج ومطر وهواء شديد وعواصف وشجر مسقط أوراقه. فلا يعني تكبرون الموضوع. المملكة العربية السعودية أقل شيء فيها 9 أشهر ما فيها أحسن منها. إحنا الآن شهر 7، أنا والله مبسوط هنا، أروح وسويت رحلة لجبل رضوى وجبال اللوز والعيص وكل مناطقنا الحلوة، ما يعني ما بالعكس مبسوط. على جانب لجو عندنا ينبسطون من الرخص ورخص الطعام، صح الواحد ينبسط. ما أقول إن السياحة عندنا والخدمات السياحية زينة، لا فيها تقصير كبير، بس أنا ضد السخرية من الوطن والسخرية بجو الوطن والسخرية بأرض الوطن، وهذا اللي خلانا سلبيين مع وطننا. صح ولا لا يا شباب؟ صح ولا لا يا عيسى المطرودي؟ تجد الواحد حالة زبالة لأنه يسخر من وطنه، في زي الحملات ضد وطننا، يسوق ما يراعي أي أنظمة من أنظمة المرور، كانوا ينتقم من الوطن، يروح للحديقة يكب عفشه ويمشي، مع أن الناس الحين كلها المفروض تعودت تنورت بسبب هذا الرسائل السلبية اللي حنا نوصله عن بلدنا ونسب بلدنا بالخارج. وش رأيك يا عيسى المطرودي باللي يروحون برا ويقعدون يسبون بلدهم ويتندرون فيه، وبلدنا يحلتون الزبايل ولا يلتزمون بالمرور ويقطعون الشجر ويقتلون الحيوانات البرية الفطرية؟ هذول ناس سلبيين، عندهم السلبية لو 10% تغلب على 90% من الإيجابية. هذه نقطة. النقطة الثانية، قل له يعيش بالبلد اللي يمتحه. نعم، أتحداه خلوا يدفع ضرائب، أتحداه يجلس سنة واحدة بس 50% من الراتب يروح للحكومة. نعم صدق يا حبي لك أنت. وأنت يا بدر حربي وش رايك باللي أنا منزل؟ والله شايف أن الدراما عندنا هي اللي أرسلت الرسالة دي. أيوة، يعني لما تشوف مشهد الحين، يلا مشينا نسافر برا، وثم يقول غبار الرياض وعج الرياض موجود عندنا بالدراما. هذا اللي وصلت الرسالة. تدري أنه بكندا 6 شهور بس أنه لو تتوقف السيارة بين الطرق السريعة، لأن كندا قارة، وتوقف السيارة تعطل، يعني تعطل كامل ويقف نظام التكييف، تدري أنه يموت الواحد يتجمد خلال دقائق معدودة؟ تدري هذا بكندا، هذا اللي يمدحونه. هذا اللي الحين 5 دقائق وتموت داخل السيارة لأنه 30 تحت الصفر.
ياسر السنيدي وش رايك باللي اللي راحوا برا يسبون بلدهم؟ هذا ناقص. ايه؟ هذا يحس بالنقص او يبي يكمل نقصه بهالحته ذا. تلقاهم علقن خروف ويفتخر بانهم علقن خروف يقطعوا. ايه مخالفين حتى للانظمه بالبلاد اللي يروحوا لها. وهذا ما اساسا ما يعرف اسرار ديرته واسرار ارضه. لانه ما يعرف تاريخه ولا تراثه ولا جغرافيته، لذلك هي رخيصه عنده. ايه؟ لو عرف حب ارضه ما سوى الشيء ذا ولا قال الكلام ذا عن ارضه اللي المفروض انه يحبها اساسا. قسم بالله. عندنا نموذج مثالي عظيم وهو الاستاذ فهد بن ابراهيم العريني. شوفوا عنده جيب شاص، شوفوا شو مسوي، شوفوا الايجابيه كيف تصنع. هو يقدر، صح تقدر تروح لاوروبا وفرنسا ما عندك مشكله، الحمد لله رزقك الله وتروح. الآن نشوف موتر مجهز بكل شيء. علمنا وشلون بسرعة بس عشان ما يملون الناس، مشكلة الناس دي تمل. لا 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 على طول باختصار. ايه؟ جدا. هذا قزة الحين لو بغيت أطبخ ولا شيء. إيه. هذا شبيت وها. ها. واستمتع أنا ببلدي بدون ما أروح لأوروبا، ما بلازم. إيه. شفت كيف؟ طيب ولا صار في هواء تحط ذا؟ نعم هذا الدرا سواء من هنا ولا من. طيب صكوا خلينا نشوف. هذا اختراع مسويه فهد العريني من البداية. والله انك بطل صنديد يا فهد العريني، مقاتل عنيد ايضا. والعلم قد سقاك حماسة وشجعك. تروح لاوروبا باكر. تروح ما يخالف بس لا تسخر من وطنك. لا ما نسخر ابدا. طيب تعال ورنا هذا وشو؟ هذا ولي العزب. ايه. مثل هذه عزبة العدد القهوة والشاهي. ايه. وهذا ولي الاغراض حقت الشاي والقهوة. وهذه باقي. طيب ها ندفه دفه دف هذا دخله من داخل. فك القفل. لو قفل ها بسم الله. شوف شوفوا احسن، حتى الملعقه حتى السكين كل شيء مسوي ويعبي الماء منه. التوانك كم في من تانكي؟ اثنين. ها شوفوا. طيب تعال ورنا وش انت مسوي. هذه حاجه لكم يا اهل الصيد واهل الرحلات. استاذ ابو ابراهيم مسوي شيء ما سواه احد. انا بما اني بخطى العرب كثير اقع في الخطا، لكن ما شفته الا عند ابو ابراهيم. نبي نشوف وش مسوي. تعال وش انت مسوي بالنسبه انك عندك الحين وشو؟ هذا وشو؟ هذا قدر كاتم كهرب. طبعا كهرب التقنيه الجديده ان نستخدم الكهرباء الان بالرحلات للوقت. ايه اي نعم. هذا اي نعم تحط فيها نحط بوها الاغراض. نعم الحمها والدجاج ونكبس عليه ونمشي بالخط. تمشي السياره نمشي. لا جاء وقت الغداء ولا وقت العشاء وقفنا وتغدينا. وهذه الثلاجه. وهذه الثلاجه 50 لتر. طيب وش اللي خلى، وش الكهرباء اللي عندك خلى ان قدر كاتم وثلاجه دائما ثلجه مو مثل ثلاجاتنا؟ نعم. اللي لركبناه تقعد 3 ايام بسبب ان الموتر، مع اننا نحط بطاريتين. انت حاط بطاريتين؟ انا حاط بطاريتين لكن الموتر يحتاج الى دينامو اضافي. ايوه دينامو اضافي يا اهل الرحلات. اللي وهذا هو. تعالوا شوفوا هذا الدينامو اساسي. هذا الدينامو المولد حق الكهرب حق السياره العادي حق الانوار. ايه. وهذا الدينامو اللي هو حق اضافي. هذا حق الثلاجات. نعم الثلاجات. ويحتاج لازم انا اقول ان الدينامو ضروري بالسياره، يعتبر ضروري عشان تغذيه البطاريات. انا عندي 3 بطاريات احتياطيه. تدرون وش اللي يصير يا اهل الصيد وانتم ابخص؟ كلنا نحط بطاريتين بس ما نحط دينامو. وش اللي يصير؟ ثلاجاتنا ما تبرد بالصيف. والدينامو ما يلحق على بطاريتين. والدينامو ذا مصنوع باليابان للانوار وذا ما حط للاشياء الاشياء الاضافيه الزياده، فلازم دينامو اضافي علشان يعبي البطاريات الاحتياطيه. طيب. لو تحط 3 4 ما عندك اي مشكله. طيب تعال ورنا المحولات اللي انت حاط. محولات كلها اختراعات رائعه، شوفوا الايجابيه وش تسوي بالواحد. طبعا انا اشوف حاط انك تسوي الشاي والقهوه اللي راكب معك وسياره تمشي. اي نعم هذه وانت تمشي اختصار بعد الوقت الحين. ها غلايات الان شغاله تراه. غلايات وماء. نعم. بسبب وثلاجه ثانيه. ثلاجه ثانيه وتحتها محول. ايه. وهنا خلف المرتبه بعد بو محول. طيب ورنا اللي انت قلت حق الطاقه الشمسيه اللي فوق. هذا الحين محول اضافي. ايه 2000 واط هذا. ايه شغال. وهذا المنظم، هذا منظم الكهرباء اللي بين الطاقه الشمسيه وكذلك بين البطاريات. ايه. اذا انت لت البطاريه يقفل من نفسه اوتوماتيك. ايه. بحيث انه ما تنفجر البطاريه ولا تسوي لك اي مشكله. هذا زي مثل ما نسميه رداد او زي القفل. منظم للكهرباء. فضروري ذا اللي بيركب. يعني ابو ابراهيم يقطع البصل والطماط ويحط الحمى والرز ويكبس على الكهرب ويشغل السيارة ويمشي لو وصل الى جاهز الطبخ. الله.
وهذه الثلاجة. هذه الثلاجة أساسية. ثلاجة أساسية غير اللي بالغمارة. غير البغمارة، هذه بغمارة اللي بس. وفوق وش فيه؟ في طاقة شمسية. في قرص كبير للطاقة الشمسية، وش يسوي ذا؟ البطاريات أثناء الوقوف. أثناء الوقوف يغطي البطارية. نعم. طيب الاختراعات ذي ما سجلتها؟ ما سجلنا، لكن كلنا ودنا كلنا نستفيد منها صراحة. الحين هو يقول لكم يا أهل الصيد ويا أهل الرحلات انبسطوا. نعم. حطوا دينهم وين؟ هذه أساسي. نعم. وش غيره؟ وبطاريات خلاص. بطاريتين أبد. وبالنسبة للمحولات والمنظمات، المحولات عادي يحط له 4000 يحط له 2000، المهم أنه أهم شيء اللي هو الدينامو والبطاريات، هذه أساسيات بالسيارة. طيب خلاص بحب راسك ولا تقول لا. الله يعافيك. الله العظيم أنك حبيب. شكرا لك أبو فيصل، الله يعافيك. شكرا أبو إبراهيم.